لكل جديد وحصري في عالم السفر الآن على عروس يا هاجزي حضر هواجز التفاخر والفخر لأجل الرواجح يا هاجوسي حضري ما تكلى هذه مواقف الوفا هذه مواقف السطر لجت مواقف الهجوم أقول سلم يا سلام أقول سلم يا سلام يا هاجسي حضر هواجس التفاخر والفخر لجل الرواجح يا هاجوسي حضري ما بك لا هذه مواقف الوفا هذه مواقف السطر لجت مواقف البقوم أقول سلم يا سلام حياكم الله يا ضيوف الحفل من بدر حضر على سلام المجد والتكريم من أرجال الهمم بالترحيب من أرجال الهمم حياكم الله عند أم نايف وعند غلب شر على بلال بهرة بالفن والهيل العصام يا مرحبا باللي لفى ويا مرحبا باللي حضر ترحيب ترقام تون العز وتنوش الغمام باسمهم نايف مرحبا تنحت على صم الصخر بحفل خالد يا عسى الله يرزق اخر المقام الله يرزق اخر المقام هذا كبو نايف سليل المجد من فوقه ظهر شيخ مقام الطيب والوقفات والعد الحيا خالد وريث المجد من ابوه علمها الفخر علمه كيف يقود وسط المعركة قال العز قام اليوم هذا معتذر من روسكم من تفضح النقاب وتعز الكرام النقاب وتعز الكرام نايف اخوك يقوم لاج الموت والدم الحمر يفز فز الذيب لا شاف المعارك والخصام من البقوم اقولها يا ناس في سر وجهر من البقوم اللي رقى روس النوايف والسنا من البقوم من البقوم من البقوم قبل الحق يعرف هالإمام مبروك يا خالد ويا جعلك على خير وستر مبروك يا أم نايف يا جعل السعادة كل عام هذه مواقف الوفا هذه مواقف السطر لجت مواقف البقوم أقول سلم يا سلام حياكم الله يا ضيوف الحفل من حضر على سنام المجد والترحيب من أرجال الهما على سنام المجد والترحيب عروس النور لطلب الزفة بدون حقوق يرجى الاتصال على الرقم 0533-88-2336 لكل جديد وحصري في عالم الزفات.